شخص شوي. خلينا نشوف. أهلين أهلين، وعليكم السلام. خلينا نسوي قراءة طاقية لهذا الأسبوع اللي جاي. حكينا امبارح في اللايف انه الطاقة بدأت تاخذ شكل ثاني او نوعية ثانية. حكينا انه كثير في عنا تغيرات على مستوى المشاعر، الافكار، التردد تبع الارض اختلف عن زمان، الطاقة اختلفت عن قبل، ولازم احنا نتماشى مع هاي الطاقة. والتماشي مع هاي الطاقة بيحتاج منا فأولها تقبل اي شيء جديد قاعد بيصدر، وبالاضافه لهيك كمان نحتاج انه نكون متصلين اكثر بذواتنا، متصلين بطاقه القلب، بحيث انه نحس انه في عندنا توازن مع الطاقه الخارجيه. هيا نشوف طاقه الاسبوع شو بتحكي لنا. في اشارات كونيه قاعده بتظهر للجميع خلال الفتره هاي. هاي الاشارات الكونيه فيها نوع من السلام، الحب، التوازن، بس كثير ناس للأسف حياته رد فعل أو مشاعر خوف أو قلق. إذا أخذتوا مشاعر الخوف والقلق حتغيروا من مسار الشيء اللي أنتم بتبحثوا إنكم تسووه، أو الطريق اللي أنتم بدكم تمشوا فيه، أو الأهداف اللي أنتم ماشيين فيها. مهم هاي الفترة ناخذ أكشن ونبدأ في التسامح مع الآخرين، مع أنفسنا، ولو كنا بدين في شيء ما نوقف. لو حاول أي حدا من حوالينا إنه يرجعنا عن فكرة إحنا بدنا نعملها، أو هدف إحنا ماشيين وراه، أو مشروع إحنا بنبحث إنه نبدأه، أبداً ما توقفوا، لأنكم لو كملتوا في تغيرات وفي سعادة وفي بهجة وفي انتقال كبير وتغيرات كبيرة إيجابية خلال المستقبل القريب. زائد إنه مهم تكون واضح في قراراتك، مهم تكون واضح في الأشياء اللي بدك تقول عليها نعم ولا، وتعرف تقول إمتى لا، لما الشيء فعلاً محتاج إنك تقول فيه لا. كل الأمور راح تتحلحل، بس إذا أنت من جوا كنت مؤمن بهذا الشيء. يعني أنا بشوف إن جنرال إنه الطاقة كويسة خلال الأسبوع الجاي، فيها ممكن نقول، ممكن يعني ممكن نجيبها بهاي الطريقة، إنه فيها شوية خربطة من ناحية الأشخاص اللي بيفكروا دائما إنه هم يستشيروا أشخاص غلط. حتخربط مشاعرك، حتخربط أفكارك بهاي الحالة. أما في الأشخاص اللي فعلاً مركزين وعارفين إيش اللي بدهم إياه، ما رح يكون في أي قلق. في وفرة مالية للي بيقدر إنه يقتنص هاي الفرص. في طاقة حواليكم ممكن تكون فيها غيرة، فيها ممكن نقول فضول لمعرفة المزيد، لكن أنت بإمكانك تطلع من هاي الطاقة وتكون مع طاقة الوفرة وطاقة الإنجازات. مهم خلال الفترة الجاية أو الأسبوع الجاي خلينا نقول، أو العشر أيام الجايين، تعمل زي كيف إنك تحط الناس عندك في كاتيجوري. يعني هذه الأشخاص اللي أنا لازم يكونوا دائما مقربين مني وبيصلحوا يكونوا حواليا، هذه الأشخاص يطلعوا من دائرتي، وهاي الأشخاص ما يكونوا دائما في دائرتي. في وفرة مالية كبيرة، مهم إنكم تفعلوا طاقة الامتنان خلال الفترة الجاية. واضح انه في فرص كبيرة وبلوكات قاعدة بتتحلحل من الامور وبتروح، لكن محتاج منا انه فعلا نركز على حالنا اكثر، محتاج منا انه نبعد الاشخاص اللي ما بيخدموا تطورنا الروحي. هذا بالنسبة لقراءة الاسبوع. في عندنا نيو مون جاي بكرة. النيو مون هذا احنا حكينا امبارح، كنت اتكلم على موضوع انتقال القمر من برج الميزان لبرج العقرب، وبكون في خلو مسار امبارح وشويه من اليوم، لكن هلا الامور بدات تاخذ
مجال افضل، الامور صارت تتحسن اكثر. يعني ان شاء الله تكون الفتره الجايه فتره فيها وفره ماليه، فيها تطور، فيها تجليات للجميع ان شاء الله. حاولوا تشبكوا مع الطاقه اللي فيها بركه، مع الاشخاص اللي بيزيدوكم مش اللي بيقللوا منكم. يعني بيزيدوكم، انا بعني انه بيعطوكم باور لقدام، بيدفعوكم للامام، بيخليكم دائما متصلين بذواتكم وباهدافكم، وابعدوا عن الاشخاص اللي دائما بيحبطوا منكم. تشوف قراءة لمين؟ انا مش هطول كتير باللايف. مين بده اقرا له ولا ما في حدا؟ شكله ما في حدا بده اقرا له. غريبة، بدي اسماء، يعني انا بدي اقرا هيك. انا بدي اوكي. ما حدش طالب قراءة، مش قاعد بيطلع لي ما حدا طالب قراءة. علا، علا، كان في عندك بلوكات طاقية خلال الفترة اللي فاتت إلها علاقة بالعمل، كلها راحت وراح يكون في عندك خطوات إلى الأمام خلال الفترة الجاية. هدى من البحرين، هدى في عندك نجاحات جاياكي في الطريق، لكن مهم إنك تنظمي أمورك يا هدى، وتكوني عارفة بالضبط أنت إيش اللي بدك إياه. بس هم هدى وعلا، ما فيش غيرهم. تمام، اذا طالما ما في قراءه للافراد، هند عندك مخاوف بتخص المال يا هند، حاولي انك تواجهي هاي المخاوف وتحرريها وتبطلي انك تتحكمي بالامور عشان تمشي بطريقتك. خليها تمشي بطريقه لحالها. يعني ايمان من عمان، برضو إيمان عندك شيء يخص المال، وعندك سيستم داخلي محتاج إنه تعيدي طريقة نظرتك فيه للمال. نور الهدى، مال كل يوم كلكم طالع لي على المال. نور الهدى، وقفي تذمر خلال الفترة الجاية، حاولي تنتبهي لكلماتك، حاولي تعرفي شو اللي بتحكي، لأنه اللي بتحكي بيأثر عليكي. خلاص خلصنا. آمنة الإمارات، آمنة في عندك شيء كنت بتستني، أو زي ما نقول وظيفة الأحلام، راح تشتغلي فيها خلال الفترة الجاية كبارت تايم، بعديها رح تتطور الأمور وفي حدا رح يدعمك. فاطمة من البحرين، ركزي على أولوياتك يا فاطمة، ابعدي عن الأشياء اللي ما بتخدمك. رباب من البحرين، في عندك عقود يا رباب، عقود روحية مع أشخاص لها علاقة بالمال، مهم تشوفي شو هاي العقود. دلال، حرري الشعور بالذنب يا دلال من جواكي. سامية، عندك يا سامية انتقال لوعي أفضل خلال الفترة الجاية، وفرة أكثر في المعلومات، في المال، في كثير أشياء حواليك، بس مهم إنك تنتقي الأشخاص اللي أنت معاهم أو الأشخاص اللي بدك تكوني معاهم. سارة من السودان،
سارة ما تحاولي تخفي مشاعرك يا سارة، خلي مشاعرك دائما لما تستشعريها استشعريها للآخر. نرجس عندك باترن يا منرجس بضل يتكرر، وانت مش عاوزة تتعلمي الدرس، مهم انك تعرفي شو الدرس اللي لازم تتعلمي. ياسمين في عندك على مستوى الصحة النفسية والصحة الجسدية امبروفمنت عالية. سميرة خذي نفس يا سميرة، شهيق وزفير حرري مخاوفك وإجاباتك راح تكون وصلاكي بس بطريقة غير مباشرة. داليا كوني نفسك يا داليا ما تتلوني عشان حدا. أنوار لو سمحتي، لو مش لو سمحتي يعني لو أنت تسامحتي لو سمحتي أوكي، لو أنت تسامحتي يا أنوار كل اللي جواكي راح يروح. نور اشتغلي على تقدير الذات وحب الذات يا نور. خلصنا؟ عفو خلصنا؟ في حد ضايل كمان؟ حسن. حسن عندك كتير طبقات من الخوف يا حسن موجودة عندك من الطفولة، مهم انك تحررها عشان حياتك تاخد شكل تاني. أمينة أمينة هذا هو الوقت المناسب يا أمينة إنك تطلعي السموم من حواليك كأشخاص ومن جسمك كأفكار. محمد أنت بتقلق على إشي مش مستاهل إنك تقلق عليه، حاول إنك تقوي حالك أكتر والأمور اللي مش مستاهلة إنك حتى تفكر فيها ما تعطيها أهمية. مريم في تجليات إلك على الباب موجودة، استقبليها بحب. سلمى خليكي قوية يا سلمى وقوي ثقتك بالله، في تغيرات جاياكي كثيرة ورح تعتمدي على نفسك في أمور في الفترة الجاية كثيرة، بس خلي دائما أفكارك إيجابية يا سلمى. إيمان عندك قدرات حلوة وعندك شخصية حلوة وعندك شيء مختلف عن الآخرين، ما تحاولي تغيري عشان حدا. ماجد يمكن تصير مع مجموعة معينة، ممكن ناس بتحب تقرأ، ممكن ناس بتحب شيء له علاقة في spiritual growth، رح يعلي من ترددك وذبذبتك ورح تتغير حياتك خلال فترة قريبة. ليلى اللي جواكي او حدسك يا ليلى او احساسك بالشيء عمرك ما تلغيه لانه دائما صادق وراح يغير حياتك لو مشيتي على هذا الاساس. خديجه كوني منتبهه يا خديجه للافكار اللي جواكي وللكلام اللي حواليكي، لانه حتعرفي من خلال هذه الاشياء قديش انت قدرك كبير. حدا تاني خلصنا؟ حدا تاني؟ أنا بس بقرأ عشان بديش أتشتت. في حد تاني حاب أقرأ له؟ أنا اليوم يعني بقرأ لكم من قلبي صراحة، غير عن كل مرة يعني كل مرة بقرأ كرت وبحكي كلمة وبسكر، بس اللي بده أقرأ له يكتب اسمه قبل ما أسكر لأنه في كرت هنا حلو اللي حيحكي اسمه إله. اوكي خلينا نشوف يسر، نشوف يا يسر في احتفال وفي مناسبة وفي مبروك يا يسر، وهذا هو الوقت المناسب لزواج او احتفال بشيء او تخرج او انيفرساري، المهم في مبروك ومبروك يا يسر. محمد لحال وانور لحال ولا محمد وانور؟ أنا مش عارف، نشوف محمد اسمع صوتك الداخلي وما تطنشه، وفي ناس حواليك كتير حتساعدك يا محمد، وهذا مش الوقت المناسب
من هان لسنة راح تلاقي في تغير في شيء. أنا بدي أشوف بس لحظة. أنت كنت تستناه يتغير. أوكي. مين كمان؟ فاطمة من الشارع. أهلا بأهل الشارع. فاطمة، في إشي أفضل من الشيء اللي في بالك يا فاطمة، وفي فرصة جاياكي، بس مهم إنك تؤمني بهذا الشيء. أمورك راح تنحل. إذا عندك سؤال يحتمل نعم أو لا يا فاطمة، الإجابة لا. أوكي. رحيمة، نشوف رحيمة. في المستقبل القريب في ناس حواليك حيكون مهم إنك تحرري شيء جواكي، وحتجيكي مفاجأة أو مبروك كبيرة يا رحيمة. الكومنت ما يوصلك. عذاري، عذاري، إذا في سؤال في بالك يا عذاري يحتمل إجابة نعم أو لا، الإجابة لا. في وقت مناسب لكل شيء يا عذاري. خذي معلومات أكثر عن الموضوع وبعديها حتوصل إلى النجاح. في حد تاني؟ في حد تاني حب سارة؟ أنا حقرأ عام يا سارة. سارة، ما توقفي حلم عندك أو شيء أنت بدك إياه عشان أي حدا، لأنه في المستقبل القريب رح يكون في عندك نجاح كبير. بس مهم إنك تكوني واضحة في كل شيء أنت بتبحثي عنه. في سؤال في بالك يا فاطمة أظن، يحتمل الإجابة نعم أو لا، الإجابة هي نعم، خلال الأشهر القادمة. نورة، نشوف نورة. استني يا نورة. نورة، الإجابة نعم، بس خذي معلومات أكثر يا نورة، وعزز الثقة بنفسك أكثر، بس ما تثقي باللي أنت المفروض تثقي فيه بشكل كامل. الأمور راح تنحل، آمني بذاتك وفي فرصة جاياكي. أمل، نشوف يا أمل. في إشي أفضل يا أمل، اسمعي لحدسك، كوني واضحة في قراراتك، وبعديها أمورك حيجيكي مبروك بكل وضوح. روان، تسنيم، تسنيم هو. تسنيم، في نعم، بس هذا مش الوقت المناسب. في فرصة جاياكي يا تسنيم خلال الأشهر القادمة. في حد قال لي ما بتقرأ كومنتاتي. روان، روان، حرري مخاوفك عن المال يا روان، وخلي عندك خطة مالية صحيحة، وكمان عندك عقود تخص المال يا روان، مهم تحرريها. وفي شيء مع مجموعة راح تسويه راح يساعدك في تغيير وضع معين. حطي مايند سيت للمال وللوفرة المالية في عقلك بطريقة معينة وامشي على أساسها. خلي كلماتك عن المال دائما كويسة. روان، زينة، اوه ماي جاد، كل الناس تحت، انا واقف عندي فعلا لهذا. زينب انا قرأت لها اعتقد. في حد تاني؟ في حد تاني حابب اقرأ له ولا خلاص؟ حدا بده اقرأ له عن العلاقات؟ ما حدش سأل عن العلاقات اليوم، الكل بده مال. بدنا نشوف طاقة العلاقات خلال الأسبوع هذا، ما شفناها، خلينا نشوف. لحظة، ما شفت أنا طاقة العلاقات. ما اللي ما حط اسمه ما بقدر أقرأ من غير أسماء. رنا، خليني أشوف يا رنا. هذا أول كارت لرنا. خلي يا رنا عقلك مفتوح. اللي قرأت له مرة خلص، ما راح أعيد القراءة لكذا حدا. اللي قرأ له قبل هيك يعني رحيمة أنا قرأت لك عادي، فخلص. المهم رنا، خلي عقلك مفتوح وانتبهي. شريك الحياة أو السول ميت تبعك في أشياء غير متوقعة راح تظهر منه، بس مش شرط تكون سلبية. بشاير، بشاير، حرري
الشريك السابق او الحبيب السابق من حياتك عشان يدخل حد جديد. داليا قالت لك اللي قالت له ما راح اقدر اقرا له مره ثانيه للعلاقات. الشيخه كمان قالت احمد بالعراق. قالت لك احمد ولا لا؟ انا هلا حقرا علاقات. اميره في كيمستري كبير بينك وبين هذا الشخص وفي مغناطيس قاعد بجذبك. ما بقرا ابراج انا يا جماعه. اوكي حد ثاني؟ في حد ثاني؟ فاطمه روحك محتاجه تفرح، فحاولي تحيطي نفسك يا فاطمه باشخاص عن جد يبسطوكي. اسماء ثانيه، حد ثاني، نشوف طاقة العلاقات. اعطيني الاسم اللي بقول ما قرأتي لي، اعطيني الاسم. خلاص بس بليز انا هيني قرأت للكل، ما حدش يبعث لي على الخاص بليز اقرأي لي وارجوك اقرأي لي ما قرأتي لي. اي حدا حابب قراءة كاملة بتفصيل ممكن يحجز قراءته. طبعا القراءة بتكون تقريبا ساعة، ف اعطيني اللي بكتب لي ما قرأتي لي. اسراء في شخص حواليك يا اسراء او حب رح يظهر في حياتك، رح يكون في فقط اختلاف في المعتقدات او في النظرة الدينية لبعض، انتو بينك وبين بعض يعني مختلفين شوية عن بعض. حدا تاني؟ كريمة ومحمد في زواج. بدي اشوف لك انا يس او لو انا فيه صار فضول. انا صار عندي فضول يا كريمة. استنى مش هشوف لك في العلاقات، هشوف لك اجابة نعم او لا، نشوف ايش الكارت اللي راح يطلع. اذا طلع لا مش هقول لك. اوكي خلينا نشوف يا كريمة. يا كريمة ممكن يكون في من هلا سنة بس مش قبل هيك، بس حاولي توثق. لا والله في يا كريمة، شوفي من هلا سنة. هي ياس طلعت لك، هاي إلك شايفاها، بس من هلا سنة مش قبل هيك. لو سمحتي في تواصل مع شخص غايب، كيف يعني؟ ما فهمت. على فكرة كثير كتبتوا أشياء فوق، اللي كتبوا أنا ما قالت له يحكي لي شو موضوع، أحد يفهمنا. في إحنا في قراءة. لبنى بدك على لبنى، هدول لك الكرتين. في المستقبل القريب رح تختاري طريق جديد يا لبنى. كوثر في ناس حواليك كثير بتساعدك يا كوثر، حاولي تعززي التسامح في حياتك ورح يجيكي فرص كبيرة بعديها. عمي بطل ما فهمت. عزيزة ما قرأت لك حقيقي. عزيزة ما تقلقي من شيء، انت بخوفك بخص العلاقات، حاولي تكوني في حالة سلام وفي إشارات حواليكي وما توقفي، فقط اعطي نفسك شوية وقت للصبر. قريت لشيخة، حقرا لك خلص، حقرا هاي الكرت لك يا شيخة. خدي يعني ابدي باخذ الاكشن خلال الفترات الجايه. اجابه نعم او لا تحتمل، يعني الاجابه تحتمل نعم او لا، فالاجابه هي نعم. وفي عندك مبروك يا شيخه. مريم بدي ارجع للعلاقات انا. مريم في اشي له علاقه بالماضي عندك يخص الاهل، مهم انك تتحرري منه وتتسامحي فيه لانه مأثر عليك في العلاقات. جيهان جيهان كثير قريب رح توضح بالنسبة لك شغلات في العلاقة، وإذا سؤالك يحتمل نعم أو لا هو السول ميت تبعك فهو السول ميت تبعك. أنا قريت لك كثير شيخات. شيخة أنت حدا بيجذب الحب لحياته يا شيخة، فخليكي إيجابية لكن ما تلبسي أقنعة، لأنه في بعض الناس في حياتك بدخلوا بلبسوا أقنعة وما بيكونوا حقيقيين. طيب أطياف، حلو الاسم.
أطياف ما توقفي، في شيء بديتي ما توقفي، وأطلبي المساعدة، لأنه الآن يعني كيف أحكي هالكلمة، أنت مستعدة للتغيرات. واستني استني في حاجة تانية لحظة، وإنك تحرري كل شيء سابق عندك، فلذلك ما توقفي، خليكي مستمرة. وفاء وفاء وفاء، في مبروك جاياكي خلال الفترة الجاية، إما على احتفال بأنيفرساري أو زواج أو تخرج، مهم في مبروك. تسنيم شفتك، شفتك تسنيم، ارجع إلى الفيديو لما أنزله، أو ما أعتقد إنه أنا أنزل هذا الفيديو، لأنه بس حنزل القراءة تبعت الأسبوع. مين وفاء؟ وفاء، بالنسبة للمال أنت عندك في بلوكات في المال، مهم إنك تفعلي الامتنان، تشيلي الخوف من جواكي، تخلي إيمانك بالأمور بالله يعني، والأمور اللي بتصير أكثر وضوحاً، يعني عزز ثقتك بذاتك وبرب العالمين، وكوني نفسك والأمور راح تمشي زي ما أنت بدك. عمار عمار عمار، أشوف لك إيش عمار هنا. عمار عمار، خلال الأشهر القادمة هيجيك إشي حلو وكبير، فما تخلي حدا يرجعك لورا. أما خلال الأسابيع القادمة في ناس حتساعدك وحتجيك فرصة كبيرة، لكن إذا أنت كنت بدك تسوي شيء أنت عارف إيش هو، استنى عليه شوي. عمار طلعت لك قراءة كبيرة ترى. أنا عايشة زينب، عايشة أنت مستعدة الآن للتغيرات، في إشارات حواليكي، في طاقة حب كبيرة، بس ما تقلعي، خدي معلومات أكثر. الإجابة هي نعم. زينب، زينب ويونس، زينب التسامح مهم، قلت لك على فكرة زينب أنا متأكدة، بس it's okay، مهم تتسامحي وحيجيكي بعديها نجاح كبير. سلطان، سلطان إذا أمنت بالشيء اللي أنت بتسويه وكنت فعلا مستعد إنك تستقبله، راح يصير عندك تغيرات إيجابية خلال الفترة الجاية. إذا السؤال يحتمل نعم أو لا، فالإجابة هي لا يا سلطان، وجايك مبلغ مالي قريب. أوكي رقية، ما أردتش أقول رقية، رقية بدك أقرأ لك إيش، حنشوف لك علاقات رقية. رقية مهم تبعد كتير عن الناس المشتتة إليك خلال الفترة الجاية، تعمل الديسكونكت وتتصلي بذاتك. في زواج يا رقية، مبروك، هاي عروس وعريس، يمكن إليك يمكن لغيرك. أنا هذا الكرت بتفائل فيه ترى. أمل أمل أمل، حرري تحكمك بالأشياء والأشخاص يا أمل والأمور، لأن تحكمك فيها ما بيخليها تعدي بسلام. حدا تاني أنا بحبه لايف اللي حيطلع هلأ، له كرت حلو عندي على فكرة. أي حدا حيسأل عن العلاقات له كرت كثير حلو عندي. أوكي بدي اسم، أنا ما فيني أشوف من غير اسم. شريفة، شريفة في زواج يا شريفة، وفي مبروك خلال الأشهر القادمة. أنا ما بشوف لشخصين، أنا بشوف لشخص. رانيا، رانيا لازم تتكلمي مع الشخص اللي أنت بتحبيه كلام من القلب للقلب، مهم تكوني واضحة وتناقشي الأمور بكل وضوح، ما تترك الأمور مخربطة. نجوى، نعم هو توأم الروح يا نجوى. في حد تاني، بتول،
بتول في شيء يخص المال له علاقة أو بيأثر عندك على العلاقات، فحاولي تفصلي هذا عن هذا. أمل، أمل حرري الشريك السابق. أنوار قالت لك ودع، لا حاسة الاسم هبة، بليز هبة اسمي، بدي هبة اسمي. بتسألي عن عن مش فاهمة هبة بليز، بتقولي لي هبة بليز. فاطمة قرأنا لك يا فاطمة، الأشخاص اللي قرأتهم مجال للباقيين، لأنه والله الكومنتات مش عادة بتطلع لي. فاطمة حكينا، فاطمة ومصعب حكينا، بدي أشوف هو نفس اللي كاتب فاطمة، هو فاطمة ومصعب ثانية عشان ما أكونش لا فاطمة تانية. فاطمة تانية، طفلك الداخلي محتاج تشافي، اعطي فرصة لهاي العلاقة انها تنجح. اوكي خليني انزل تحت بليز. سناء، سناء هو هذا يمكن هو اللي يكملي معاه حياتك، وهو الشريك المثالي يا سناء. خلاص اريش، انا هلا بالعلاقات ما عنديش دراسة، استني اشوف لك، انا ما عندي دراسة. والله طلع لك يا اريج انه ما تقلقي، الامور ماشية صح. يارا، اوكي شفت، شفت يا يارا، يارا خلينا نشوف يارا. في ناس حواليك بتساعدك يا يارا، وهاي الامور اللي قلقاكي رح تتحسن. الاجابة تحتمل نعم او لا، فالاجابة نعم، وفي تغيرات ايجابية كبيرة جاياكي، بس مهم انك تاخدي اكشن. بدك اكتر من هيك؟ نرجس قرينا لك، لبنى، زهرة بليز، زهرة. زهرة كل شيء برجع لك في خص المهم انك انت تمارسي التأمل، لانه كتير حيساعدك. اذا صدقتي هذا الاشي خلال اشهر اللي قاد ما راح تتحسن صحتك، وامورك راح تصير كتير افضل، بس لازم تمارسي التأمل وتحرري المخاوف والقلق والمشاعر اللي مش حلوة تجاه الاخرين اللي حملاها جواكي. نسيت الاسم اللي كنت اقرأ له، بس هو هذا اللي كان للصحة. نورة، اسمعي حدسك وصوتك الداخلي يا نورة. في المستقبل القريب راح تختاري بين طريقين. نوف، نوف بدي اقرأ لك علاقات، ما اعرفش ليش. نوف الطفل الداخلي عندك محتاج تشافي، اسمحي لقلبك انه يستمتع ويعيش العلاقة بأكملها. خولة، ما قريناش لخولة احنا الاسم هذا، ما قريناه اليوم. كوني واضحة في تفكيرك يا خولة والمشاعر اللي بتعطيها، لانه هذا الشخص ممكن يكون هو الشخص المناسب واللي تكملي معاه حياتك. ياسمين صحة، انا عند الصحة ما بقول لا. والله ياسمين شوفي، ها شوفي improving health، صحتك كتير رح تتحسن يا ياسمين. ها الكرت إلك، شايفة improving health، I'm so happy، remain positive، الأمور كتير كتير منيحة وعندك recovery الحمد لله. كتير انبسطت لك. حصة، حصة اوكي يا حصة، حنشوف لا حصة عشان انا صاحبتي اسمها حصة. حصة، اذا الاجابة تعتمد على نعم او لا فالاجابة هي لا. كوني حادة في قول رأيك، ما تخافيش انه كل شيء بيعتمد عليك يا حصة. كوني واضحة، وهذا مش الوقت المناسب لكن حيجيك فرص كبيرة. زينب بليز، زينب جاياكي وفرة مالية يا زينب، مهم تمارسي الامتنان والتأمل، آمني بذلك وحيحصل. جابر، في ناس يا جابر حواليك كثير ممكن تساعدك، فاطلب المساعدة. في عندك تشافي كبير من سنة ل من 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 يعني من هان لسنة، في تغيرات في حياتك رح يكون كتير كبيرة، ما تقلق، في تواصل حيكون بينك وبين بعض الناس حيوضح لك بعض الأمور، وفي طاقة حب كبيرة جاياك، والإجابة تحتمل نعم أو لا فالإجابة هي نعم، وفي شيء أفضل من اللي راح. انتبه للعلامات، شفت أنا مرات بقرأ لشخص أكثر من شخص بيكون الكروت بتهياني أقول إشي، فإن شاء الله أكون وصلت لك يا جابر الرسالة. وفاء والطفل الداخلي، مرتضى، نشوف وفاء، بس عشان اتذكر وفاء مرتضى ورغد. وفاء
اتصلي بطفلك الداخلي اكثر، حيعمل لك تغيرات كثير، حيصير عندك تشافي كثير كبير. رغد، عشان انا بس ما انساش الاسماء، معلش. رغد، ما توقفي يا رغد عشان اي حدا قال لك وقفي، خدي اكشن، راح يصير عندك تغيرات كبيره. مرتضى، اسمع لصوتك الداخلي في المستقبل القريب، جاياك تغيرات كثير كبيره وللافضل. لو حدا خيرك بين طريقين يا مرتضى ما تختار، ما تختار نهائي. انا صار لي قديش هلا عامله اللايف؟ زينب ومحمد، في عوده؟ اوكي، بحب هاي القصص. في عوده؟ في عوده. استني نشوف في عوده ولا نشوف نشوف. في ناس ممكن تساعدك في هذا الاشي يا زينب. والله يا زينب ممكن، بس الاحتمال الأكبر إنه لا، ما في. عبير وبندر، عبير وبندر مالهم؟ عبير وبندر أنا ما بقرأ هيك يعني، أنا بقرأ للشخص مش أحمد في العمل. خلينا نشوف أحمد في العمل. أحمد، في ناس حواليك بتحاول تخربطك وبتحاول تعمل لك مشاكل، عندك ما توقف عشان اي حدا. في عندك تشافي كبير خلال الفتره الجايه، حاول دائما في العمل يكون عندك معلومات اكثر من العاده. سلطان وصديقه، في عوده. ايش يعني في عوده؟ نعم في عوده. يس اوكي. نجوى مع، لا شوفوا ترى انا مش حقرا، ما بحبش الحاجات هذه خالص. انا بقرا لشخص. مرتضى، حكيت لك يا مرتضى، على فكره انت اكثر واحد انقرا لك مرتضى، اكثر واحدة قرت لك يعني. في حد ثاني حابب احكي معه؟ احكي له. مصعب، وظيفه عند الوظيفه. في عندك ترقيه يا مصعب، والله بس استنى شوي عليها، وفي وفرة مالية كبيرة راح تجيك، مبروك. خديجة، نفسية، مش عارفة كيف تعني، ما فهمت. حسين في النادي، لا ما مش 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 حنحكي قصة احنا وذهبت واليك، لا بدكم اسألوا باسم. انا اعطيكم اليوم كثير مجال ترى. ريحانة، ما راح اقرا غير اشخاص. عزيزة، قرأت لك، حبيت الطريقة. المهم كل واحد كاتب اسمه واسم الشخص. فتحية في الزواج، في حب جديد يا فتحية جاييكي، مبروك. وهذا الشخص كتير حتحسي انت مش مناسب، لكن اعطي العلاقة هذه فرصة لانه كتير اوكي يعني العلاقة معاه على اللونج. أريج، عمل، بتول، دراسة. نور، نور حرر الماضي، حرر الشخص اللي في الماضي. زينة، في تطور. على فكرة أنا قريت لكل هذه الناس. في حد تاني؟ نهلة، حاضر يا نهلة، ما قريتش لوحدة اسمها نهلة. نهلة، في ناس راح تدعمك يا نهلة، حرري خوفك خلال الأشهر القادمة، في عندك تغيرات كتير كبيرة. إذا الإجابة تحتمل نعم أو لا، الإجابة لا، في شيء أفضل وفي جاييكي بعدها وفرة مالية، بس بدك تصبر شوي على حالك. أنا ما، طب أكتب اسمك. طب أنا مشكلة لما أشوف مزنة. هذا هو الوقت المناسب يا مزنة، خلال الأسابيع القادمة راح تتغير الأمور لصالحك، وخلال المستقبل القريب إذا ما تسمحتي مع حدا بتتخربط وبترجع الأمور. أوكي يا حبايبي، ما تكتبوا لي أنا ما قرأت لك، أنت ما قرأتي لي، اكتبي اسمك وقولي لي أنت ما قرأتي لي. أوكي، أريج، أريج، كل إشي أنت بدك إياه موجود عندك، لكن أنت مش راح تفتح الباب إنه يدخل. عايشة، حاضر يا عايشة، حاضر يا عايشة.
عايشة حاولي تخلي الناس عايشة تشوف حقيقتك. الناس مش عادة بتشوف حقيقتك، بتشوف صورة مش حقيقية عنك. استنوا شوي بالله خليني اولع لها. طب ودع، اسمك ودع؟ انا فكرت حدا بتمسخر ترى. انا ما بعرف اسمك ودع، انا عشان هيك فعلا قرأت كلمة ودع. هلا بقرأ لك يا ودع، ما تزعلي، حقرأ لك علاقات في مشاعر حلوة رومانسية جاياكي. انت في شيء قاعدة بتستنيه، لكن في خداع موجود حواليكي. من الآمن إليك انك تحبي، وفي شخص من الماضي راح يرجع عشان ما تزعلي. شوفي كل هذه البطاقات إليك. حرري الشريك السابق او الحبيب السابق، لانه في حب جديد داخل حياتك، واعطي هاي العلاقة فرصة. والله يعني هيك المفروض رضيت خاطرك عبير. علاقات، في زواج يا عبير، في زواج مبروك. اي حدا بيطلع له زواج بطلع له اياه. فاطمة مغربية، فاطمة في مشاعر حلوة بينك وبين الشريك يا فاطمة، وهذا هو يمكن يكون السول ميت تبعك. خليكي دائما ايجابية. مريم المال، انا مش حسيب كل شوي كروت. اوكي حنشوف لك يا مريم المال، مش حزعل حدا اليوم. حيكون في اجتماع بينك وبين بعض الاشخاص يا مريم، خليكي واعية في هذا الاجتماع. وحلمك في الوفرة المالية رح يجي كتير قريب، بس اعمل اللي عليك. عاصم، عاصم في عندك مرحلة تشافي يا عاصم من هان للسنة. خليك إيجابي، إجابة تحت من نعم أو لا، الإجابة هي لا، بس ما توقف، كل إشي بيرجع إلك. خذ معلومات أكثر وخلي ثقتك بنفسك وبالله أكبر، ما في داعي للقلق. الإضاءة عنك خفيفة، أنت بدك تشوفيني ولا تسمعي صوتي؟ It's okay. مش ضروري يعني تكون الإضاءة 100%. فهد، نشوف فهد. فهد في سؤال جواك بيحتمل نعم أو لا، الإجابة لا. في عندك تغيرات كتير حلوة يا فهد خلال الأشهر القادمة. حرر المخاوف اللي جواك يا فهد، واسأل، اطرح الأسئلة دائما وارسلها للكون. في أمور واضحة عندك يا فهد، أنت مش راضي تفتح عينيك وتشوفها، وفي فرصة كبيرة جاياك. وانتبه للعلامات اللي بتظهر قدامك يا فهد، وعلى الأشخاص اللي ما بيحملوا نوايا جيدة يا فهد، حررهم من حياتك. دينا بليز، دينا، دينا في تشافي يا دينا. وخليني أشوف شغلة دينا، دينا حتخلينا نفتح بطاقات ثانية. لحظة يا دينا لحظة، أنا مش عارفة ليش هاي البطاقات ما فتحتهاش من بدري. نشوف يا دينا. دينا أنت كثير متصلة بطاقة النار على فكرة، وعندك قوة داخلية كثير حلوة. كوني مع الأشخاص اللي بيخلوكي أكثر نورا. نجيبة، في عندك جيرني يا نجيبة جاية خلال الفترة الجاية، راح تغير حياتك وأشياء كنت تحلمي فيها. وطلع لك كارت الدراغون، يعني ملكي. مبروك، روحي روحي يا نجيبة، روحي وما تسأليش. هنا، هنا يا هنا، ركزي على الأشياء اللي، أو بدنا نقول على الرؤية تبعتك. الرؤية اللي أعني فيها يعني نهاية النية، وين بدها توصلني. أوكي، وشوفي الأمور من ناحية بهدوء، ما تشوفيهاش كمثلا كتشالنج، ما تشوفيها كأنها منافسة بينك وبين شخص تاني. أوكي، وتذكري إنه أفكارك هي اللي بتخلق إيش كانت مستقبلك. هيفا، هيفا يا هيفا،
هيفا اسمعي لصوتك الداخلي وحدسك. وفي اشي انت مستعجل عليه اصبري عليه شوية بصير بسلام. محمد سلمان. محمد خلال الأشهر القادمة يا محمد في اشي حلو جاي لك. اذا ما حررت الاشي اللي جواك او المشاعر اللي جواك ما راح تمشي الامور زي ما انت بدك. اما اذا حررتها راح يصير عندك زي ما بقول لك عدم توقف في الانجازات. هنا هنا الزواج خلص قرأنا لهنا. بدي اقرأ انا لعزيزة. عزيزة هذه من اكثر الناس اللي بلاقيها دائما عامله لي لايكات. راح اقرأ لك علاقات تستاهل يا عزيزة. عزيزة في شخص من الماضي طاقته لسه عندك وفي شخص من الماضي راح يرجع. انتبهي ها، لازم تحرريها هاي الطاقة. اوكي وانا حقرأ لك بزيادة لانك بتستاهلي. في بعد التحرر هذا في هاني مون جاييكي. في ناس كثير راح تساعدك في هذا الموضوع. العلاقة الجديدة اللي حتظهر او الشخص الجديد اللي حيظهر بيستاهل انك تعطيه وقت وإفرت عشان تمشي هاي العلاقة صح. بيستاهل يا عزيزة. خلصنا. شكرا لوجودكم. بالنسبة للي حابب يعمل قراءة خاصة او اي شخص حابب يكون معي في جلساتي او حابب يعمل قراءة طاقية او يعمل قياس للحقل الطاقي ممكن تعمله. اي حدا حابب يعمل يدخل ورشة جذب الشريك، يدخل البعد الخامس، هاي الورشات موجودة وبامكانكم تسألوا عنها. احفظ البث يعني حيفيدكم البث لو حفظته. بحس انه لا يعني بتحسوا انه هذا البث بدكم اياه او كيف يعني ما بخص الناس الثانية القراءة اللي تمت. عفوا انا هذا قصدي يعني احفظ برأيكم البث. في شيء حابين نحكي فيه. طيب في اشي حابين نحكي فيه زي ما قلت لكم حاولوا خلال الفترة الجاية انكم انتوا تكونوا متوازنين بالطاقة، ما تعطوا احكام بسرعة على الامور. حاولوا تعدوا للعشرة قبل ما تعطوا حكم على اي شيء. حاولوا تكونوا متواجدين في اللحظة. الطاقة باختلاف، الهالة تبعت الأرض اختلفت، نوعية الطاقة نفسها قاعدة بتختلف. فلذلك انتبهوا لهذا الشيء. كونوا متناغمين مع الطاقة، ما تكونوا تعملوا مقاومة معها. عرفتوا؟ فإن شاء الله يكون البث عجبكم. حاول إذا الله يعني قدرني اني اعمل هذا الاشي كل خميس. فاللي حابب يكون موجود معايا كل خميس يتواصل ويكون ويخبر اللي حواليه. اللي حابب يحجز قراءة خاصة يتواصل على بالمسجات. بليز ما حدا يجي يقول لي ما قرأتي لي، بليز اقرأي لي. كل واحد له نصيب في الشيء بيسمعه. يعني انتوا كنتوا تشوفوا بعض الاحيان اقرأ للشخص 4-5 بطاقات وواحد تاني اقرأ له بطاقة. فهي بتعتمد الرسائل امتى لازم انت تسمعها. شكرا لكم، نهاركم حب، انبسطوا في الويكند ويا ربي اسبوع مليان بالانجازات والنجاحات لكم وللجميع. بدكم اي اشي؟ نهاركم سعيد.